بني على باطل فهو باطل. 25 جويلية كان عمل انقلابي على الشرعية الدستورية لسنة 2014، علما وأن الفصل 80 للدستور لم يقع تطبيقه باحترام، يعني وقع بالعكس التزييف الفصل 80، لأنه ما نسميها الحالة الاستثنائية ليست الحالة اللي خلت القيس سعيد يحكم ويحكم بصفة انفرادية مع ضرب تفريق السلطات، يعني عنده كل السلطات بين أيديه لمدة طويلة على أساس أمر 117، وهو 117 لفيفري 2021 ولا لسبتمبر 2021، اللي هو قرار إداري يعني، واللي على أساسه وقع التخلي على الدستور التونسي. هو ولا بمثابة ما نسميه بالفرنسية لو لا 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 بوتيت كونستيتيوشن، يعني ما قالش في الأول اللي هو باش يلغي دستور 2014، ثم وقع إلغاء دستور 2014 وقمنا بإن شو اسمه ريفيراندوم بالنسبة للدستور الجديد في جويلية 2000، المرة الأولى في جوان 2022، ثم في جويلية 2022، معناها فيها أخطاء. كل هذا يبين أنه المسار الكل نتاع الانتخابات هو كان باطل. لماذا؟ لأنه وقع تنقيح القانون الانتخابي عدد 16 لسنة 2014، وقع تنقيحه بمرسوم يستند إلى التدابير الاستثنائية لأمر 117، يعني ما عنده حتى لا شرعية ولا مشروعية، يعني كان عنده خصوصية هو انقلابي، فانقلب على المسار الانتخابي اللي كان موجود يعني، وأدخل تحويرات اللي خلتنا عايشين انتخابات ما عندها حتى معنى ديمقراطي، يعني لا نزيهة ولا شفافة ولا تعددية ولا ديمقراطية. هذو كما الإدارية لصحب عن المحكمة الإدارية اختصاصا في النظر في النزاع الانتخابي، خصوصا في النزاع الانتخابات الرئاسية. ولذا هذا معناها بالنسبة لنا اللي احنا كنا موجودين في الندوة، هذا أولا فيه ضرب لمبدأ تفريق السلطات، لأنه يقع استعمال قانون لعدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية. ثم مفاهيم معناها وهمية اللي هي تتعلق بالخطر الداهم، ما فما حتى خطر داهم، كان فما يعني نزاع انتخابي هو معقول وموجود يعني في التعدديات الديمقراطية ولا في الديمقراطيات التعددية، يعني النزاع الانتخابي والنزاع في أن نتائج الانتخاب هو موجود وما يتأتيش منه فراغ، لأنه كل شيء يعني في القوانين تبين كيفاش نجم نعود ونعمل انتخابات أخرى إلى غير ذلك. دونك اللي نحبوا نقولوه اليوم هو أنه المسار الكل معناها مضروب، فيه انتهاكات جسيمة للانتهاكات إلى الدستورية إلى الشرعية وإلى المشروعية، هو فاقد كل مشروعية. ومهما كانت الحالات اللي باش نوصلوا لها، إن كان إن فما طعون أو ما مش باش يصير طعون، هو المسار مضروب. و الرئاسية معناها متاع 2024 هي رئاسية ما عندها حتى شرعية، ما فما حتى ثقة في الانتخابات اللي مش تصير.